الأوضاع في قطاع غزة. معنا من خان يونس مراسلنا أحمد البطة. أحمد، حتى الآن كيف تبدو المعلومات الواردة من الشمال، وما إذا كان الاحتلال لا يزال يقصف مراكز الإيواء في جباليا؟ نعم سرمد، خلال النصف ساعة الأخيرة نتحدث عن هدوء نسبي لحدة الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف خلال الساعات الماضية. على الأقل يسمع سكان مناطق شمال القطاع بيت لاهيا بالتحديد أصوات لإطلاق النار من الطيران المروحي الإسرائيلي تجاه منازلهم بشكل مباشر من المناطق الغربية، وأيضا أطلقت الطائرات الإسرائيلية نيرانها الرشاشة تجاه مدرسة خليفة التي تؤوي نازحين في بيت لاهيا، وهذه المدرسة تؤوي آلافا من النازحين، بالإضافة للمجزرة الكبيرة التي ارتكبت بحق 5 منازل على الأقل، مربع سكني بأكمله، والحديث من المكتب الإعلامي الحكومي عن أكثر من 70 شهيدا. الدفاع المدني انتشل أكثر من 10 من هؤلاء، وعدد كبير من الجرحى تجاوز 50. أوقف عمليات الإنقاذ لعدم وجود معدات، إضاءة أيضا، والأوضاع الأمنية الصعبة، وسيستأنف هذه العمليات صباح الغد وبطبيعة الحال، أو صباح اليوم كوننا دخلنا لليوم الجديد. بطبيعة الحال هذه المجزرة لم تكن الوحيدة، بالتزامن مع هذه الغارة التي استهدفت هذا المربع السكني، كانت غارات قد استهدفت مدينة غزة في جنوبها الغربي محيط برج داود، أيضا منزل لعائلة دلول عند مفرق الطيران جريحان، وأيضا نتحدث عن غارات على وسط القطاع بالتحديد بلدة الزوايدة شالي، ونازحين عدد من الجرحى، 5 جرحى باستهداف خيمة للنازحين في غرب مدينة دير البلح، ولا إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت أرضا زراعية. وسط القطاع كانت قد تعرضت أيضا لغارات إسرائيلية مكثفة بالتحديد في مخيم انصارات، وخلفت عشرات الشهداء باستهداف منازل واستهداف أيضا مجموعات للمواطنين داخل المخيم. وأمام ذلك كانت مدينة خان يونس لها نصيب من هذه الغارات المكثفة باستشهاد 4 من عاملي مصلحة المياه التي كان خلالها هؤلاء يمدون الناس بالمياه ويعملون على صيانة خطوط المياه شرق مدينة خان يونس، استشهدوا بغارة إسرائيلية، فيما انتشل عدد من الشهداء من مدينة رفح بغارات إسرائيلية وقصف إسرائيلي سابق. خلال الساعة الأخيرة أيضا رفح تعرضت لغارات إسرائيلية تزامنت مع المجزرة في شمال القطاع في بيت لاهيا، غارات على غرب مدينة رفح وقصف مدفعي مكثف لشمال المدينة وشمالها الغربي في ظل استمرار العملية العسكرية على الأرض. الهدوء النسبي ليس هدوءا من ناحية الغارات، لكن هذا الهدوء فقط إذا ما كانت قد توقفت الغارات قليلا، لكن المسيرات الإسرائيلية كما نستمع لهذه الطائرات الاستطلاعية التي لا تفارق الأجواء، لربما صوت هذه الطائرة يعلو على صوتي في ظل تحليقها على ارتفاعات منخفضة، وإصدارها هذا الصوت الذي يمكن أن تكتم في كثير من الأحيان التي تتواجد فيه في أيضا ارتفاعات منخفضة، لكنها لا تصدر هذه الأصوات في مهمات استخبارية مستمرة. وهذه الطائرات أيضا تكون محملة بالصواريخ الحربية التي تستهدف إما شقق سكنية أو حتى مركبات ومجموعات مواطنين، واستشهد بصواريخها المئات من الفلسطينيين خلال هذا العدوان. نتحدث عن غارات إسرائيلية، مجازر، الأوضاع الإنسانية صعبة خاصة في شمال القطاع، مستشفيات الشمال هي تحت الحصار والاستهداف الإسرائيلي، المستشفى الإندونيسي في محيطه الآليات الإسرائيلية، وكان قد نكل جيش الاحتلال بالنازحين الذين كانوا في المدارس المحيطة بهذا المستشفى، واعتقل الجيش عدد منهم، نكل بعدد آخر، وهناك من اقتادهم إلى مصير مجهول وإلى جهة غير معلومة. وبطبيعة الحال أيضا مستشفى العودة استهدف بالمدفعية الإسرائيلية الليلة الماضية، مستشفى كمال عدوان يستهدف من المسيرات بإطلاق النار، لذلك جيش الاحتلال يعمل
تعتمد على انهيار المنظومة الصحية وتدميرها بالكامل مع قطع لشبكات الإرسال والإنترنت. الأوضاع داخل هذه المستشفيات صعب للغاية، استشهد اثنان من الجرحى ممن كانوا على أجهزة الأكسجين خلال الساعات الماضية في المستشفى الإندونيسي بعد تدمير جيش الاحتلال للمولد الكهربائي الوحيد بداخله وقطع الكهرباء عن المستشفى. مستشفى العودة ومستشفى كمال عدوان يعيش الطاقم الصحي والطبي أوضاع صعبة في عمليات الإنقاذ للجرحى، أصبحوا يفاضلون من سيستطيع الحياة أو يمكن له أو لديه فرصة للبقاء على قيد الحياة، ويمكن للكادر الطبي أن يعطيه خدمة أكبر ويعطيه مساعدة أكبر في البقاء على قيد الحياة ممن إصابته خطيرة وسيكون في عداد الشهداء. يختارون بطبيعة الحال من لديه فرصة في الحياة أكثر وأطول فترة زمنية، ويترك من هو بحالة خطرة يستشهد مع الأسف في ظل عدم وجود إمكانيات وعدم وجود بدائل. لا حلول، عجز واضح ولا حيلة لهذا الكادر الطبي الذي يعمل منذ اليوم الأول للعدوان. أوضاع صعبة، يعيش شمال القطاع في عملية عسكرية على الأرض، جيش الاحتلال يطبق الحصار على بلدات الشمال وخاصة مخيم جباليا حيث يطبق عليه الحصار من الشرق والغرب تجاه عمق المخيم. وهذا الوضع من الأرض على الجو، المسيرات والطائرات الحربية لا تبرح الأجواء ولا توقف غاراتها ما بين ساعة إلى أخرى، بالإضافة لقصف مدفعي مكثف على مناطق مختلفة في شمال القطاع. عشرات الشهداء سرمد، ولربما مع حصيلة هذه المجزرة نتحدث عن أكثر من 100 شهيد خلال الساعات 12 الماضية بالغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. إذن هي ليلة ربما مزدحمة بالمجازر وأعداد الشهداء. شكرا لهذه الإحاطة من خان يونس مراسلنا أحمد